بونسوار يا فندم. بونسوار. حضرة ضابط مفتش المباحث موجود؟ لا مفتش المباحث مش موجود. طب روح قول له البيجي بيجي عايزه ضروري. البيجي بيجي عايزه ضروري. عاجبك يا بابا البهدلة اللي احنا فيها دي؟ بهدلة ايه يا بنت؟ اقسام وبوليس ونيابة. طب كنا ناخد فاضل بالمسايسة احسن. يا بنتي انا عملت معاه كل المستحيلات، عرضت عليه 2 مليون دولار وهرجع افاوضه تاني. ماشي خلاص. بس يا بابي ده صعبان عليا قوي، من امبارح وهم رامينه هنا في الحجز. ما يصعبش عليكي غالي، ومش صعبان عليكي ابوك اللي هيتبهدل من ورا الحيوان ده ويتخرب بيته؟ يا بابي ده كان واقع في حبي وفجأة لقى نفسه واقع في مصيبة. يستاهل عشان يبطل يبصبص للنسوان من ورا مراته. بس يا بابي ده صعبان عليا قوي. بقول لك ايه؟ اوعى يكون قلبك حنان. طيب احنا ما عندناش بنات تحب، احنا بيزنس اونلي، مفهوم؟ هو انا يعني عمري عرفت معنى الحب؟ ما انت طول عمرك حارمني من الحب وحارمني من الجواز. معلش يا روحي، معلش معلش، كل ده علشان مصلحتك، عشان ما حدش يذلك ويستغلك. كفايه الاستغلال اللي انا بتعرض له من ورا الدكتور برسيم والممرضه اصيله. تخيلي إيه؟ عايزين 1000 جنيه عن كل يوم تاخير على الواد المعفن المفحم بنيوتي. اه نو 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 نو، ده اسمه ابتزاز رسمي. ايه رايك يا بابا اني انا كان ممكن اجيب المستندات دي من غير الحيطه والابتزاز ده كله؟ تجيبيها ازاي؟ انا اكتشفت ان الواد لحظه اللي اسمه سيد وحوي ده عارفه نقرا عارفه واقع في دباديبي وقلبه مولع نار ونازل فيا غمز وهمز ولمز وبيقول في اشعار. يا روحي عليك يعني يا شيخ، هو ده اللي ممكن يجيب لنا المستندات. برافو عليك. بصي بقى، هو ده الطعم اللي هنصطاد بيه ايه فاضل فانوس. ركزي عليه. يعني اخطعت له؟ خططين وتكتك له؟ تكتكين. سبحان الله. ايه ده؟ يا سلام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه النعمه دي؟ ليالي الانس والدانس هنا موجودين، بتعملوا ايه هنا؟ وانت جاي تعمل في الاسم ايه هنا يا وحوي؟ انا اخويا وحبيبي الاستاذ فاضل فانوس محجوز في الاسم بقالي يومين، اكيد عايز يستحمى، قلت اجي الايفه واجيب له شويه سلطه كده ياكلهم معاه. لا حول الله، لا حول الله، لا حول الله. شوف الراجل الطيب الجدع الشهم ابن الحلال بيعمل ايه مع صاحبه، وصاحبه الحقير الند كان بيقول عليه ايه؟ بيقول عليه ايه؟ يوه يا بيقول يا سيدي، بيقول انك بتغزلني. قلت له وانت مالك معجب وبيغزلني؟ وانا همنع الناس معجبه بيا؟ كل الناس معجبه بيك يا غزال انت يا عمر. غدار غدار ارفع سنة ونص وانا بحسب اول يوم جبت لك الكباريه. معقول ده بيمثل عليك؟ ده بيمثل عليك زي ما مثل عليا الحب وخدعني. ده ميه ميه من تحت تبن. لا لا لا، ده التبن اللي شرب الميه. بص، ويسكي، كونياك، فودكا، شامبين، غير العشوات والمزاج، 44,444 جنيه و40 قرش، ولسه الحساب يكبع. ايه ده؟ كل ده شربه؟ اه. ليه شغال سفنجه ده ولا ايه؟ حاجه كده. ضحك عليك، ضحك عليك زي ما ضحك عليا. اصل انت طيب قوي زي يا وحوي. أيوة. اه يا بختي، يعني يا ريتني كنت عرفتك انت قبل منه يا وحوي. ايه ده؟ عرفتيني انا؟ معقوله؟ ايوه انت طبعا. انت انسان يا وحوي، انت كلك رجوله وشهامه، انت دون جوان. انت كده بتفكرني برشدي اباظه الله يرحمه. رشدي اباظه ده ايه؟ رشدي اباظه ده ايه؟ كلهم بيقولوا ان انا شبه عطس حلاني. صح. معقوله؟ ايوه. عادي نعمل حساب لابوك اللي واقف قدامنا ده. يا ابني خد راحتك، انا براجع فواتير فاضل فانوس. كفايه حنيتك، كفايه رقتك. ولا شعرك؟ انا لو اعتنيت بشعري هيبقى حلو قوي، بس انا مش فاضيله اللي من دول. يا اختي على كده أبازة. انت فيك كده من روبرت دينيرو على الباتشينو على سيلفستر استالوني. سيبك من اسماء تجار شارع عبد العزيز دول، احنا هنقرب ولا ايه؟ انت احلى من حاجات كتير جدا. ها؟ انت
انت سعاد حسني، انت ميرفت امين، انت جوليا روبرتس، انت اي حد في الدنيا. انا مستعد اتجوزك حالا. روح يا شيخ، روح يا شيخ، ربنا ما يفضح لك وليبيا ولا بنية. شفت يا بنت الراجل الطيب الشهم الجدع ابن الحلال عايز يتجوزك ويستر عليك ويحميكي؟ ايوه. بس مع الاسف. ايه بقى؟ في حاجه خطيره هتمنع جوازكم. ايه اللي يمنع جوازنا يا عم؟ لا لا، انا لو ما اتجوزتش وحاوي انتحر. استني ما تتعرفش دلوقتي. استني، استني جاتك نيله. فاضل فانوس. ماله فاضل؟ سرق من عندي مستند خطير وبيهددني بيه، والمستند ده لو ما جاليش هروح انا وحبيبه قلبك شوكولاته في 60 داهيه. وشرفك يا انكل. حلو انكل دي. وشرفك يا انكل. المستند ده يكون عندك بكره الصبح. بس كلمني، المستند ده عباره عن يا روح انكل؟ المستند ده أيوة. قضيه المليك. المليك صاحب الارض اللي عليها الصالح الحضاري. ايوه. الثقافي الاخلاقي الاخلاقي الابداعي. عندك نفس.